Puzzle 3. What is the smallest number divisible by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9? يعني شو هو أصغر رقم يمكنه القسمة على 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, و 9؟ معظم الناس لح يفكروا هو رقم مكون من 6 أرقام وهذا الشي غلط. خلونا نشوف الحل. هلأ الرقم واحد ما عنده غير عامل واحد، والأرقام الأولية هي نفسها بتكون العامل الأولي تبع الرقم، وعندنا الأربعة هي بتكون 2 ضرب 2، والستة 2 ضرب 3، والثمانية 2 ضرب 2 ضرب 2، والتسعة 3 ضرب 3. إذا ما بتعرف شو يعني العوامل الأولية والمضاعفات الأولية، فيك تابعنا على اليوتيوب في حصة كاملة عن هذا الموضوع. هلأ بدنا نطلع شيء اسمه اللغز كومون مالتيبل، يعني المضاعف المشترك الأصغر. لحتى نطلعه بدنا نضرب كل العوامل الأولية مع بعض، بس المتكررين بين الأرقام بدنا نضربهم مرة واحدة، وبيطلع معنا الجواب 2520. طبعا لحتى تجربوا إذا الإجابة هي صحيحة فيكن تسموها على كل الأرقام هدول ولازم يطلع معكن رقم صحيح. إذا عجبكن الفيديو لا تنسوا تعملوا له شير مع رفقاتكن، ولا تنسوا تعملوا فولو مشان يجيكن إشعار كل ما نزل فيديو جديد.